والله يا حليم حسن الاحمر، حليم حسن الاحمر حدث في وسط الدوره بيقدر يلقي وقت خلي يعتمد هو لا تعتمد هو والله ما يعتمد هو يا حكومة الوفاق يا حكومة الوفاق وين العهد والاتفاق وين العهد والاتفاق يا حكومة الهدم يا حكومة الهدم اجتماع عشر نادي اجتماع عشر نادي يا حكومة الهدم اجتماع شولادي اجتماع شولادي يا رئيس الوزراء يا رئيس الوزراء يا للعار يا للعار يا معاشة الأحرار يا معاشة الأحرار يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار يا معاشة الأحرار اعتصام اعتصام حتى يصلح النظام حتى يصلح النظام حقوق حقوق يا جماعة أتينا إلى هنا والمنضمين إلى الثورة أتينا إلى هنا لكي نطالب بحقوقنا المشلوبة رواتبنا التي بها نبوت أولادنا ونعيل بها أسرنا حرمنا منها وقطعت عندما انضمينا إلى الثورة الآن جينا إلى هنا نطالب رئاسة الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع ونطالب كل الجهات المعنية بالأمر أن يطلبوا رواتبنا وأن يعيدوا رواتبنا يا حكومة رئيس مجلس الوزراء ان يعيد رواتبنا اللي صدر منقطع العام قطع المخدرات من الدوله هذه من 20 سنه ويقطعوا رواتبنا هكذا بس شركة نخلع بالعمة وجميع فروعها فرع صنعاء فرع الأمانة طالبين أولا وقالت عمر حبيبي وعشيرة الفاسدة عصابة الفاسدة مدير عام الشركة ثم محاسبة المعتدين على زملاء النقابيين تم السيجار بلاطقة من قبل عمر حبيب واعتداء على زملاء النقابيين واثنين في المستشفيات وستة نقابية تم الاعتداء عليهم وطالب بأضم مساواتنا بوظيفة الوزارة من حيث المكافآت تم اعتماد موظفي الوزارة 70,000 وموظفي المؤسسة 50,000 ونطالب موظفي الشركة بسوة بهم.